عنا اصحاب الحق الواضح، عنا اصحاب الحق الواضح. ما من صالح ما من صالح، ما من صالح ما من صالح. لو بلط البحر المالح، لو بلط البحر المالح. نحن طلاب جامعة ادلب، اجينا نقوم مظاهرة ضد المصالحة اللي بتصير بين تركيا والاسد، ونحن نرفض هذا الشيء. تهجرنا وخرجنا من بلادنا بسبب بشار الاسد. من وين حضرتك؟ من كف السجن. مهجر. مهجر. ونحن نرفض هذا القرار بشكل تام. واكثر من هذا شتريت، اكثر من هذا شتريت. وفي عنا مليون شهيد، في عنا مليون شهيد. جايين نخبب احنا النظام المجرم، اننا لن نصالح، وجايين نجدد سوريا بالعلم. احنا ما طلعنا بهاي الثوره حتى بالاخر نتراجع ونصالح، كنا ابدا ما بنقبل بهاي المصالحه. واللي كثير قيد، ما رح نركع ما رح نركع، ما رح نركع. وجيب الدبابه والمدفع، وجيب الدبابه والمدفع. وجيب الطياره والمدفع، وجيب الطياره والمدفع. نحن جايين نوصل رساله انه ما رح نصالح نظام مجرم قاتل فاسد، نظام مغتصب، هجرنا دمرنا، مستحيل نصالح هيك نظام. نحن في عنا مليون شهيد، ومن ادلب سميع الكل، وحنا نموت ما ننزل. تحت عنوان لن نصالح تظاهر المئات من طلاب جامعة إدلب هنا في مركز جامعة إدلب للمطالبة بعدم الرضوخ أو التطبيع أو إجراء مصالحة مع نظام بشار الأسد، وإن للعلم سلاح هم مستمرين به. معز عباس، شبكة بلدي، من جامعة إدلب. ودنا حكم الأسد يما، ودنا الحرية.